طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بعد ما احنا ركبنا التقويم النهارده في اول جلسه هنتعلم ازاي نهتم بنظافه اسناننا. سمايل كده سمايل. دلوقتي احنا لما نيجي نغسل اسناننا مش هنغسل اسناننا كلها كده في حركه واحده، لا الكلام ده غلط تماما. احنا هناخد سيجمنت سيجمنت، يعني هناخد سنتين او ثلاثه ماكسيمم. اوكي خلينا نبدا هنا كده، مثلا هنغسل في حركه دائريه بالشكل ده، شايفه سيركلر موشن كده. اوكي ثم هنخلي البرش اب كده 45 درجه، شايفه بالشكل ده عشان نغسل من فوق البريسز، ثم داون كده 45 درجه نفتح بقنا حبه. اوكي بالشكل ده علشان نغسل تحت البريسز، نفتح بقنا ثم السطح اللي احنا بناكل عليه بالشكل ده، شايفه ثم من الداخل افتح نفتح نفتح بالشكل ده. اوكي وفي عندك جزء ربري من هنا كمان، لو حابه ان انت تعملي تمشيط للتانج للسان طلع اللسان كده، لو حبيت ان انت تعملي تمشيط كده هتقدري، مفيش اي مشاكل بالجزء ده خلاص. لكن ان احنا اتفقنا لما نيجي نغسل اسناننا بالشكل ده هنغسل سيركلر موشن كده، حركه دائريه خلاص، ثم من فوق البريس الزاويه 45 درجه، ثم من تحت البريس الزاويه 45 درجه، ثم السطح اللي احنا بناكل عليه الانسايزر ايدج ده، ثم من الداخل بالشكل ده. اوكي انت طبعا هتبقي جنتل على نفسك اكتر مني. اوكي طيب خلينا نشوف من الداخل، لو احنا عايزين نعمل الدروس مثلا نقفل بقنا حبه صغيره بس كده، حركه دائريه كده عند الدروس شايفه، ثم من فوق البريسز زاويه 45 درجه، ثم من تحت البريسز، ثم السطح اللي احنا بناكل عليه، ثم من الداخل. فاذا احنا بنغسل كل الاماكن مش بنسيب اي اماكن مش بنغسلها. اوكي طيب بعد ما بنغسل بالفرشه الكبيره احيانا بيبقى في بعض البقايا من الاكل متعلقه. اوكي ساعتها هنستخدم الفرشه الصغيره. خلينا نشوف كده الفرشه دي اللي هي الانتردنتال سمايل سمايل سمايل، علشان لو في اي حاجه كانت متراكمه احنا ما قدرناش نوصل لها بالفرشه الكبيره هنقدر نوصل لها بالفرشه الصغيره، سواء تحت الواير بالشكل ده شايفه من هنا كده، او حتى من فوق البريسز لو فرضنا ان في اماكن بسبب اعوجاج الاسنان في اماكن ممكن تكون مستخبيه شويه. اوكي شايفه فاذا انت كل الاماكن هتقدري توصلي لها، حتى جوه خالص هتقدري توصلي برضو. اوكي ونقدر نستخدم المرايه البلاستيك علشان نشوف السطح الداخلي للاسنان ونتاكد ان الاسنان بقت نظيفه تمام. يعني انت عندك مرايه هي زي اللي احنا بنستخدمها للتشخيص عشان تشوفي من الداخل الاسنان نظيفه ولا لا. اوكي نفتح بقنا حبه. اوكي واضحه ماشي بالشكل ده تمام، واضح تمام، تقدري تشوفي الكلام ده من فوق وكذلك من الخلف من هنا. فاذا كل الاماكن تقدري توصلي لها وتعرفي اذا كانت نظيفه كويس ولا لا تمام. طيب لو فرضنا بما ان النهارده اول يوم نركب فيه البريسز ان في حاجه بتخربشنا مثلا، خلاص في اي حاجه بتعمل لنا سكراتش زي الحاجات البارزه، ممكن السنه الاماميه دي علشان بارزه شويه. اوكي ساعتها هنعمل ايه؟ هنسيبها تضايقنا؟ لا مش هنسيبها تعمل لنا السكراتش ده في الشفه بتاعتنا. هنقطع حته صغيره من الواكس، شايفه واضح، هنقطع حته صغيره من الواكس بالشكل ده كوره صغيره، وبعدين هناخد الكوره دي ونغطي الجزء البارز اللي بيخربشنا. لو فرضنا ان السنه دي بارزه كده شويه شايفاها، لو فرضنا ان هي مضايقاكي في شفتك خلاص هناخد حته الواكس ده الشمع ده وهنغطيها بالشكل ده، رخي وشك خالص ماشي كده يبقى احنا غطيناها. طيب لما نيجي ناكل هنشيل الشمع ده كده بشويش خالص، شايفه طالع بسهوله ازاي، ناكل ونغسل اسناننا ونرجع بعدها نحطها مره ثانيه. ما هي بيرسونال يوز، ده استخدام شخصي. اوكي سيبي كده شفتك مش هتضايقك خالص، فهمنا الفكره؟ اوكي خلاص، وانا برده هبعت لكم الصور والفيديوز علشان خاطر تكوني فاهمه الموضوع ده كويس تمام. يلا مبروك مبروك، نقدر نشيل الشمع ده دلوقتي عادي خالص خالص. اوكي ماشي يلا مبروك.